إذا كنت أريد يعني تعليم في الإسلام. آه تتعلم الإسلام. يا كنت أريد أن أتعلم الإسلام. نعم. ووضع أماكن، يوجد أماكن في كينيا لكن المال يعني تكليف. نعم. تقبيل التدريس. نعم. يعني غالي جدا أو لا يوجد، يعني لا يوجد المال. نعم. وحينما كنت في الكنيسة كنت يعني أجد شيئا شهرية. نعم نعم. لكن بعدما دخلت انتهى، قطع على كل شيء، قطع حاربوك. الحمد لله الحمد لله. إذا وجدت يعني شخص واحد الذي رأى الوقت دخولي في الإسلام. نعم. وكان كذلك يحب، وقال لي تستطيع أن تدرس يعني في تدرس. نعم. أن تدرس في يعني كيكامبالا، يوجد مكان يسمى كيكامبالا. نعم. يعني مجلس على المعارف الإسلامية. نعم. في كيكامبالا يعني درست هناك في سنتين ما شاء الله، يعني يعني التعليم علوية، you know، يعني أولوية يعني. نعم. تعرف أولويات الإسلام. أي لا أولويات الإسلام أو طيب. تعليم أولي. أولي أها. نعم. هذا أول. الكلام. نعم. تعليم أولي. أولي. وجدت نعم. سنتين. يعني مبادئ الإسلام. نعم. في كيكامبالا. بعد ذلك الحمد لله دخلت في الدعوة. نعم. كنت أحس يعني أحس في قلبي قومي الجلويين، لأنني أنا جلوي. نعم. قبيلتي جلوي، وهذه قبيلة يعني رقم الثالث في دولة. ها هي الثالثة في بالنسبة للعدد. أيه بالنسبة. نعم. للعدد ثالث. نعم. و يعني في خارج بلد، في خارج كينيا يوجد بعض الجلويين في أوغندا. نعم. تقريبا مليون مليوني يعني 2 مليون. نعم. مليونين. مليونين. وكذلك في تنزانيا. نعم. يوجد تقريبا مليون ونص. يوجد كذلك في السودان، جنوب السودان. نعم. يوجد جلويين عدد كثير، وكذلك كونغو. نعم. كونغو كذلك يوجد بعض الجلويين. فأنت أردت دعوة هؤلاء. هؤلاء قومك. والآن حتى الآن تخصصت في الدعوة إلى جلويين بلغتهم، وأكتب كتب يعني بلغتهم وأنتشر. تنشر الإسلام. وأنشر الإسلام بلغتهم الحمد لله. ما شاء الله. ونتيجة كبيرة الحمد لله. الحمد لله. كبير الحمد لله. هذا من فضل الله عليك. أيوة. أي والله. بعدما انتهيت الدراسة في مجلس المعارف الإسلامية. نعم. بدأت الدعوة يعني حركات الدعوة، وبعد ذلك دخلت في جامعة أمة يسمى أمة يونيفرسيتي. نعم. أيوة. أمة يونيفرسيتي. لأن هذه الجلسة منهي عنها. نعم. أمة يونيفرسيتي. نعم. أمة يونيفرسيتي دخلت هناك 2014. و14 نعم. 2014. نعم. لكن درست هناك قليل جدا، كما شهر 3 أشهر. نعم. أو 4 أشهر ثم خرجت. كنت أريد المكان يعني الناس يتكلمون عربية يعني كل وقت. نعم. أريد يعني يعني عربية يعني. تريد تتعلم اللغة العربية. اللغة العربية. نعم. يعني بأي يعني كيفية. نعم. بأي طريقة. إذا خرجت هناك وكنت أحب أن أذهب إلى السودان. إلى السودان. نعم. والسودان تلك الوقت كان يعني انتخابات. نعم. مشاكل. أيوة مشاكل. وغيرت إلى مصر. إلى مصر. نعم. ومصر لا لا لا, لا أعرف أحد. لا تعرف. لا أعرف أحد. نعم. إذن وما كان كذلك، ما كان عندي المال، وأريد تأشيرة، أريد يعني تجهيز. نعم. إذن رجعت إلى المكان، إلى you know نسمى بيت، ليس بيت يعني هوم، كيف تسمى هوم؟ لا أعرف، القرية أو مكانك. المكان الذي ولدت. ولدت فيه. أيوة. نعم. أيوة. نعم. رجيت هنا. مسخط رأسك يعني. أيوة. نعم. و بعت. تبيع. أيوة. البيت الآن تبيع. أيوة. بعت قطعة من الأرض. نعم. مثل هذا. نعم. كم مثل هذا يعني بنفسي. ما شاء الله. أيوة. بعت
والحمد لله وجدت بعض المال. نعم. واشتريت تأشيرة. تأشيرة إلى مصر. إلى مصر. نعم. وباقية أعطيت يعني أمي قليل وزوجتي قليل هكذا زوجي. نعم. الحمد لله ذهبت إلى مصر وتكلمت معهم، أريد يعني تدريس. تتعلم اللغة العربية. لغة عربية ويعني مسائل إسلامية كل إن شاء الله. الحمد لله. لأنني كنت قسيس من قبل. والآن الحمد لله يعني غيرت الدين وأسلمت، أريد يعني تعاون منكم. نعم. الحمد لله يعني وجدت فرصة وبدأت يعني تعليم. تعلم اللغة العربية. يعني تعلم اللغة العربية. أن تعرف تقرأ ما شاء الله. يا وتكتب. أكتب قليل وأسمع وكذلك أتكلم قليل. نعم. يعني حينئذ. نعم. الحمد لله ويعني قد وجدت فرصة في الإسكندرية. الإسكندرية. إسكندرية. نعم. فرع إسكندرية. نعم. وتعلمت الحمد لله في مدرسة آخر، يعني مدرسة أندلس. نعم. ومدرسة الإسباح درست هناك الحمد لله. نعم. بعد ذلك يعني طلبت يعني فرصة في أزهر الشريف. نعم. والحمد لله وجدت فرصة وبدأت يعني تتعلم في الأزهر. أيوة هناك الحمد لله. لكن مرة أنا هناك مرة أخرج، مرة أنا هناك مرة أخرج، لأن إذا وجدت يعني الكيفية، يعني كيفية، لأنني أسكن في شقة. في الشقة. نعم. نفسي. نعم. و... المصاريف يعني. أيوة المصاريف. أيوة. وكذلك أدفع. نعم. و you know transport يعني كيف الانتقال على انتقال، يعني تاخذ سياره من هنا. نعم. الى هناك. نعم. يا هذا هكذا صعب. نعم. مواصلات. ايوه. وكذلك تأشيرة. تأشيرة الى هنا ورجوع بعد الاوقات. الحمد لله والله يسر. الحمد لله. الحمد لله. احيانا اكون صعبه. نعم. لكن الحمد لله اذا وجدت انا اعود هنا. تعود للدراسه. اها حتى انتهاء ثم ثم ترجع. الحمد لله.